الفرض غادي يشمل على الجزء الثاني من الحساب الثلاثي وايضا الجزء الاول من الدوال. نص الفرض هو كما يلي: التمرين الاول حل في ار كل التمرين الاول السؤال الاول حل في ار كل من المعادلتين 2 كوس اكس ناقص جدر 2 يساوي 0 والمعادلة 2 سينوس إكس زائد 1 يساوي 0. سؤال ثاني: حل في المجال ناقص بي بي المعادلة تانجون 2 إكس ناقص جذر 3 يساوي 0. التمرين الثاني: حل المتراجحات التالية: أولا 2 كوس إكس ناقص جذر 2 أكبر من أو يساوي 0 في المجال 0 بي مغلق مجال مغلق 0 بي. ثانيا المتراجحة تانجونت اكس زائد 1 اصغر من او يساوي 0 في المجال ناقص بي لجوج خارج بي داخل. ثالثا المتراجحة كوس اكس عامل ل 2 سينوس اكس ناقص 1 بين قوسين 2 سينوس اكس ناقص 1 اكبر من او يساوي 0 في المجال ناقص بي بي ناقص بي خارج بي داخل. التمرين الثالث: لتكون اش دال العدد الزوجية معرفة على المجال ناقص 4 4 بحيث كما ترون ممتلة التمثيل ديالها على 0 4 كيف ما تبين الشكل. السؤال الاول: هل مبيانيا في المجال 0 4 اي المجال اللي معطيكم تم فالتمثيل اللي معطيكم تم المعادلة اش لاكس ايكال 0 المتراجحة h لx أصغر من أو يساوي 0. سؤال ثاني: بين أن الدالة h تناقصية على المجال ناقص 4 ناقص 2. سؤال ثالث: أتمم منحنى الدالة h. التمرين الرابع: نعتبر الدالة العددية f المعرفة على r بما يلي: f لx يساوي x مربع زائد 4x. سؤال أول: ألف تحقق من أن لكل X من R F لX يساوي X زائد 2 مربع كل مربع ناقص 4. ب استنتج أن F تقبل قيمة دنيا ينبغي تحديدها. سؤال ثاني: ألف سؤال ألف بين أن لكل A و B من R حيث A يخالف B لدينا f لي a ناقص f لي b على a ناقص b اي معدل التغيير ديال دالة f بين a و b يساوي a زائد b زائد 4. ب يستنتج تغيير الدالة f على كل من المجالين موان انفيني موان 2 مغلق مجال مغلق من جهة ناقص 2 و ناقص 2 بلس لانفيني مغلق من جهة ناقص 2 ثم ضع جدول تغييرات f. إذن هذا هو نص التمرين راه تنقيت بالجانب تتوفر عليه بجانب ديال الأسئلة. إذن على بركة الله ننطلق في تصحيح هذا الفرض بعد أن كنتم قد أنجزتموه. إذن نبدأ بالتمرين الأول. السؤال: إذن التمرين رقم 1. السؤال الأول يتعلق بحل معادلات حل في R كل من المعادلتين. دونك غادي نبداو أولا بالمعادلة الأولى 2 كوس X ناقص جدر 2 يساوي 0. ثاني أن كوس X إلا حسبنا هنا مزيان أن غندوزو هاد العدد جدر 2 الجهة الأخرى من المتساوية ثم غادي نقسم على 2 إذن هادي تعطيني هي كوس إكس كوس إكس يساوي جدر 2 على 2. إذن هنا تنبحثو على كيف ما شفتو قبل تنبحثو على القيمة في الجدول اللي تعطينا كوس ديال جدر 2 على 2. إذن كيما عرفتو في الدائرة المثلثية مثلا في جدول القيام اللي تعطينا جدر 2 على 2 هو كوس ديال بي على 4. كيف ما شفنا في الدرس ان لا باس من هذه المساله بي على 4 هو هذا مثلا بي على 4 هي هذه بي على 4.
إذن أيضا كاين هنا ناقص بي على 4. إذن جميع الأفاصيل المنحنية اللي تتعطينا في القص جدر جوج على جوج هي X يساوي بي على 4. جميع الأفاصيل المتواجدة جميع الأفاصيل المنحنية لهذه النقطة هي بي على 4 زائد 2 كا بي. X إيكال بي على 4 زائد 2 كا بي أو X يساوي ناقص بي على 4 زائد 2 كابي. ناقص بي على 4 زائد 2 كابي حيث ك ينتمي إلى Z حيث ك يتغير في Z. بهذا الشكل كلما تغير ك في Z نحصل جميع الحلول. إذن S يساوي الأعداد الحقيقية التي تكتب على شكل بي على 4 زائد 2 كابي حيث ك يتغير في زاد. اتحاد أيضا ناقص بي على 4 زائد 2 كابي حيث ك ينتمي إلى زاد. المعادلة الثانية هي 2 سينوس 2 سينوس إكس زائد 1 يساوي 0. تعني ماذا؟ تعني أن سينوس ديال x يساوي ناقص 1 على 2. نوضحوا هذا الاثنان. إذن شكون اللي تعطيني في سينوس؟ ما هي القيمة من الجدول مثلا اللي تعطيني سينوس 1 على 2؟ القيمة اللي تعطيني 1 على 2 هي بي على 6، ولكن اللي غادي يعطيني ناقص بي على 6 مثلا بي على ناقص 1 على 2. هنا بي على 6 تعطينا في سينوس بي على 6 تعطينا 1. إذن اللي غادي يعطيني ناقص 1 هي القيمة هي ناقص بي على 6. إذن سينوس ديال إكس يساوي سينوس ديال ناقص بي على 6. القيم اللي تعطوني في سينوس ناقص بي على 6 هي أفاصيل النقاط اللي تتواجدوا في هذا المكان وهذا المكان. دونك هنا إلى نقدروا نديروا ناقص 5 بي على 6 نقدروا نقسموا على 6 وغادي نلقاو ناقص 5 بي على 6 زائد 2 كابي وناقص بي على 6 زائد 2 كابي. ولكن بما أننا تعلمنا في الدرس أن كنا قلنا القيم في الدرس أن كاين ألفا وبي ناقص ألفا هما اللي تعطوني نفس السينوس. لهذا السبب غادي نمشيو بالطريقة اللي درنا في الدرس هي بي على 6 زائد 2 كابي. إذن جميع الأعداد اللي عندهم سينوس ناقص 1 على 2 هي ناقص هي الأعداد التي تكتب على شكل ناقص بي على 6 زائد 2 كابي أو إكس يساوي بي ناقص ناقص بي على 6 زائد 2 كابي حيث ك تنتمي إلى زد. إذن تعني إذن تعني أن X يساوي ناقص بي على 6 زائد 2 كابي أو X يساوي 7 بي على 6 زائد 2 كابي. هنا القيمة هي بي زائد بي على 6 هي 7 بي على 6 زائد 2 كابي حيث ك يتغير على R. إذن S يساوي ناقص بي على 6 زائد 2 كابي ك ينتمي إلى Z. اتحاد 7 بي على 6 زائد 2 كابي حيث ك ينتمي إلى Z. ك ينتمي إلى Z. إذن غادي نمرر السؤال الثاني. السؤال الثاني هو حل في المجال ناقص بي بي المعادلة تانجون 2x ناقص جذر 3 يساوي 0. تانجون 2x ناقص جذر 3 يساوي 0 تعني ماذا؟ تعني أن تانجون x تعني أن تانجون x يساوي جذر 3. تعني ماذا؟ في الجدول القيمة اللي تتعطينا في تانجونت جذر 3 الجدول الصغير اللي كنا درنا في الدرس هي بي على 3.
بي على 3 إذن اللي تعطيني في التانجونت جذر 3 هو بي على 3 من خلال جدول لكن بالنسبة للتانجونت كنا قلنا تانجونت X يساوي تانجونت بي على 3 يعني أن X يساوي بي على 3 زائد ك بي لماذا كما شفنا في دائرة مثلثية أن مثلا تانجونت هي الأصول مثلا فاش غادي ناخذ بي على 3 جذر 3 بي على 3 تقريبا هي هذه دونك هاد القيمتين بجوج هما اللي تعطيونا جذر في التانجونت جذر 3 اذا الافاصيل اللي موجودين بجوج هما اللي تعطيو جذر 3 هنا كاينه بي على 3 اذا باش نلقى جميع القيم يكفي باش نزيد نصف دوره بمعنى كابي وليس دوره كامله بنصف دوره يكفي باش نزيد نص دوره ونلقى لا طونجون داكشي باش نديرو بي على 3 زائد كابي عوض دو كابي باش نجمعو جميع الافاصيل المنحنيه المتواجده اللي هي افاصيل المنحنيه ديال هاد النقطه اللي كاينه هنا وهاد النقطه اللي كاينه هنايا اذا حيث كا تنتمي الى زد ولكن نحن نريد ان نحل المعادله في المجال ناقص بي بي اذا اما غادي نمشي بالتقطير عفوا هنا لان كاينه المعادله اعتقد المعادله هي 2 اي تانجونت 2 اكس اذا غادي نعاودو نصحو 2 اكس تساوي هنا هي 2 اكس اذا هنا هي 2 اكس يساوي بي على 3 زائد دو كابي تعني ان اكس نبحث عن اكس الان هي بي على 6 زائد كابي على 2 حيث ك تنتمي الى زد هنا كاين عندكم جوج طرق يا اما غادي نستعملوا التأطير باش نشوفوا ما هي القيم اللي كاينه في المجال ما هي الاكسات هاد الاكسات اللي تكتبوا لهذا الشكل شكون هي الاكسات اللي كاينه في المجال ناقص بي بي ولا يمكن ندير الدائره مثلثيه ويمكن لي نعطي بعض القيم الكا اللي يمكن نحدد هاد النقط التي تمثل هذه النقط المبتلى بهذه الاعداد او النقط التي تمثل هذه الاعداد داخل دائره مثلثيه وانا نحدد افاصيلها داخل الدائره المثلثيه بما ان مساله التأطير تديروها بزاف اذا يمكننا نتعاملوا مع الدائره المثلثيه ونشوفوا شكون هي الافاصيل شكون هي الاكسات اللي كاينه في المجال ناقص بي بي يعني سنمثل النقط تمثيل ديال النقط بطريقه سريعه ياك هنا تنجيو دابا بحال هكذا تنجي لها الدائره المثلثيه دونك التقسيم على 6 لان عطينا القيم هنا التقسيم على 6 التقسيم على 6 يقتضي منا اما تنفتحوا فتحه البركار بهذا الشكل وتنقسموا بحالك ونعاود ثاني نفتح فتحه البركار وندير هذا التقسيم بحال هكذا او تمشي لهذ الانصاف لان هنا درت التمثيل باليد هنا تيبان ليا هنا ندير هنا النصف لو موتي ان دومي ورسم مستقيم يوازي محور الاراتيب وناقص واحد على جوج مستقيم يوازي محور الاراتيب ثم واحد على اثنان هنا واحد على اثنان وغادي يعطيني تقسيم بهذا الشكل هذا وهذا تقسيم الدائره الى قطع الى اقواس طولها بي على 6 خدنا لو حنا المقامات المقام واحد هو بي على 6 دونك هنا غادي نجي للنقط اللي غتمثل ليا التي ستمثل هذه الاعداد دونك الا عطيت هنا صفر لاحظوا مزيان كيفاش نتعامل تنعطي الكا صفر غادي نعطي الكا صفر واحد جوج ثلاثه وغادي تعاود كل شيء هنا كا يساوي صفر هي بي على 6 دونك هذه النقطه اساسيه ثم كا ايكال واحد الا زدنا بي على جوج على بي على 6 غادي يعطيني هي تقريبا الا وحنا غادي نضرب هنا في ثلاثه بي على 6 زائد بي على جوج غتعطيني هي 4 بي على 6 هي 2 بي على 3 ستادير 4 بي على 6 1 2 3 4 هذه النقطة ثم إلى عطيت الكا نعطي قيم الكا غادي نعطي الكا 0 كا يقال 1 كا يقال 2 ونحسب هذه القيم ونمثلهم دونك كا يقال 0 بي على 6 كا يقال 1 هي هذه النقطة هي 4 بي على 6 كا يقال 2 دابا غادي نوحد المقامات كاع باش تبان لنا هنا بسرعة كا بي على 6 إلا عطينا الكا 0 بي على 6 إلا عطينا الكا 1 4 بي على 6 هي 2 بي على 3 هي هادي دونك إلا عطيت الكا 2 عطينا 1 عطينا 2 7 بي على 6 7 بي على 6 غتكون هنا 7 بي على 6 إلا عطيت الكا 3 غتولي 10 بي عطينا 3 في 3 9 زائد 1 هي 10 بي على
دونك هنا 6 7 8 9 10 اذا هنا 10 اذا تنجي من بعد فاش نحط هذه النقاط عارف بان طول اجزاء هو بي لا 6 تنجي نمثل المجال اللي عندي انا المجال اللي خدام فيه شكون هو المجال اللي خدام فيه المجال هو ناقص بي هنا ما بغيتش ندير التقطير هذه طريقه اخرى باش يمكننا نحددهم هذا هو المجال اللي عندي بغيت نحل فيه المعادله دونك غادي نحدد هذه الافاصيل داخل هذا المجال اذا هذه الافاصيل شكون هو هذا الافصول الاول شوف ناقص بي ولا ناقص بي وهنايا دونك اش تعطيني ناقص بي غادي نزيد على بي لها 6 هي ناقص 5 بي على 6 وهنايا راه صفر الى شلنا هنا مثلا صفر غتكون هنا هي ناقص 2 بي عفوا ناقص بي على 3 لان ناقص بي لها 6 ناقص بي لها 6 نزيد عليها ناقص بي لها 6 هي ناقص بي على 3 او ناقص بي نضيف لها هذه المسافه دونك هنا كاينه بي لها 6 لان صفر بي لها 6 وهنا 2 بي على 3 اذا الحلول اذا وبما ان اكس وبما ان اكس ينتمي للمجال ناقص بي بي فان S يساوي الحلول اللي لقيت دابا هي ناقص 5 بي على 6 ناقص بي على 3 بي على 6 ثم 2 بي على 3 هذه طريقة أخرى اللي يمكن اللي يمكننا نديروها في الدائرة المثلثية عوض ما نديرو التأطير كاين الطريقة الثانية هي ديال التأطير تأطروا هاد تلقاو باغي الحلول اللي كاينه في المجال ناقص بي بي وبالتالي بالتأطير غادي نلقاو القيم ديالك ويتم تعويض قيمك وسنجد نفس الحلول اذا غادي نمشيو الان تمرين جوج تمرين ثاني التمرين الثاني هو حل المتراجحات المتراجحات كاين المتراجع الاولى 2 كوس اكس 2 كوس اكس ناقص جذر 2 اكبر من او يساوي صفر المتراجحه الاولى 2 كوس اكس 2 كوس اكس ناقص جذر 2 اكبر من او يساوي صفر ثاني ولكن في المجال اش المجال اكس ينتمي المجال اللي عندنا هو صفر بي صفر بي تعني ماذا هذه الكتابة تعني أو تكافي كوس إكس أكبر من أو يساوي جذر 2 على 2 وإكس تنتمي للمجال 0 بي كيف ما تلاحظوا هنا في الكتابة إذن شنو هذه تعني دابا خاصنا دائرة مثلثية الدائرة مثلثية غادي نعتبروا هذه دائرة مثلثية دونك الدائره المثلثيه كيف ما سبق لينا شنا اولا نمثل المجال 0 قلنا تنمثل المجال 0 بي هو الاول ها 0 ها المجال هو هذا اللي غادي ندرسوا فيه المتراجعه اذا بالنسبه اللي تعطيني القيمه الاساسيه في هذا المجال تعطيني جذر 2 على 2 اذا هنا التقسيم على يتم تقسيم الدائره الى اجزاء طوله كل جزء منها بي على 4 لان جذر 2 على 2 في الجدول اللي في الكوس اللي تعطيني الكوسينوس جذر 2 على 2 هو بي على 4 اذا هما هادو ولكن هنا اللي مهم هي هذه النقطه هذه هي هذا لو بوان هذا لو بوان هي اللي اساسيه هنا اذا المجال هو هذا بي وهنايا عندي جذر 2 على 2 هنا بي على 4 لان داخل المجال 0 بي لاحظوا مزيان حنايا اذا بغينا حنا الكوسينيس كبر من جذر 2 على 2 الاكسات اللي من اجلهم كوسينيس اكس كبر من جذر 2 على 2 داخل المجال 0 بي على 4 من 0 حتى بي على 4 هاد الاعداد الكوسينيس ديال هاد الاعداد هو هذا وهادو كاين هنايا اذا هنا كبر وهنا صغر دونك غادي ناخذ اس حنا باغيين اللي كبر من جذر 2 على 2 بمعنى الاكساك المتواجده في المجال 0 بي على 4 بالنسبه للمتراجعه الثانيه طونجونت اكس زائد 1 طونجونت اكس زائد 1 اكبر من او يساوي صفر في المجال بالضبط هو ناقص بي على 2 بي اعتقد ناقص بي على 2 بي اصغر من او يساوي صفر إذن تعني ماذا أو تكافئ ماذا؟ تونجونت
Px أصغر من أو يساوي ناقص واحد ولكن في المجال ناقص بي على جوج بي. إذن سنقوم بنفس العملية إنشاء دائرة مثلثية، وبعد ذلك إنشاء دائرة مثلثية، وهنا سنرى يجب رسم، بما أنه يتعلق الأمر بتونجنت خاصني نرسم المستقيم المماس للدائرة المثلثية في أصلها، ثم يجب تمثيل المجال ناقص بي لجوج المكان ديالها هو هنا وبي هنا صفر، ثم بحال المجال وهذا تبدو غادي في المنحى الموجب حتى نوصل القيمة الكبيرة اللي هي بي. إذن هنا غادي ناخذ شكون اللي تيعطينا في طونجونت ناقص بي ناقص واحد، في الجدول اللي تيعطيني واحد هو بي الأربعة، إذن اللي غادي يعطيني بي الأربعة غادي يعطينا واحد، دونك ناقص بي الأربعة هو اللي غادي يعطينا ناقص واحد. إذن سيكون التقسيم على الشكل التالي، ناخذ هذا الواحد بحال هكذا، هذا ناقص واحد، وهنا التقسيم سيكون على النحو التالي. إذن النقطتين اللي مهمتين هما هادو. بالنسبة للتقسيم على أربعة، هنا عندي ناقص بي على جوج، هاد المسافة اللي قطعت هي ناقص بي على أربعة، إلا زدتها هاد هي بي على أربعة عفوا، المسافة اللي من هنا لهنا هي بي على أربعة، إلا زدتها على ناقص بي على جوج غتعطيني ناقص بي على أربعة. إذن القيمة اللي كاينة هنا هي ناقص بي على أربعة. دونك بالنسبة للمسألة الأخرى اللي كاين هو زيرو، هنا بي على أربعة، هنا أيضا ضروري نكتبوا هذه القيمة كيف ما قلنا قبل، هي بي على اثنان. دونك هنا بي على أربعة، وهنا بي على اثنان، ثم هنا بي على أربعة، جوج بي على أربعة هي بي على اثنان، هنا ثلاثة بي على أربعة، ثلاثة بي على أربعة. إذا هذوما النقط اللي مهم. إذن غادي نجي للمتراجحة اللي عندي اس من المجال ناقص بي حتى ناقص بي على أربعة. لاحظوا مزيان، بغيت هذا العدد طونجون ديالو ترسموا المستقيم مال من هذه النقطة وهذه النقطة، تيقطع المماس في هذه النقطة، الأصول ديال هذه النقطة على هذا المحور هو الطونجونت، هو أصغر من ناقص واحد. إذن هاد الأعداد المتواجدة على هذا المجال طونجونت ديالها أصغر من ناقص واحد، وحنا باغيين طونجونت أصغر من ناقص واحد. دونك ناقص بي على جوج خارج لأن ما عرفاش فيه الطونجونت، و بي ناقص بي على أربعة حسب واش كاين أو يساوي ولا قطان. من ناقص بي على أربعة هنا كلهم كبار، لاحظوا مزيان ان تيتواجدوا في هذا المكان، طونجونت ديال هذه الاعداد كلهم الفوق تيتواجدوا هنا، كبار من ناقص واحد ما هادو ما بغيناهمش. من بي على جوج حتى لثلاثة بي على أربعة، هاد القيم اللي كاينين هنا طونجونت ديالهم اصغر، دونك اتحاد بي على جوج ثم ثلاثة بي على أربعة، ثلاثة بي على أربعة داخلة لأن كاين أصغر من أو يساوي. أما الأعداد اللي في ثلاثة بي على أربعة حتى البي فهما تيتواجدوا في هذا المكان كبر من ناقص واحد، إذ ليست بحلول. إذ المطلوب من مجموعة الحلول المطلوبة هي كما ترون. غادي نمشيو دابا للسؤال الثالث. السؤال الثالث الثالث في التمرين الثاني هو السؤال الثالث، هو كوس اكس عامل دو سينوس اكس ناقص واحد اكبر من او يساوي صفر. كوس اكس عامل في المجال، بالضبط المجال اللي عندنا هو ناقص بي بي ناقص بي بي. اذا تعني كوس x عامل دو سينوس ديال x ناقص واحد اكبر من او يساوي صفر، و x تنتمي الى ناقص بي بي. دونك بلا ما نعاودو هاد الكتابه بهذا الشكل هذا لان ديجا مكتوب. دونك لي اساسي هنا هو نشوفوا هاد الجدول الاشاري، هنا كاين جداء دونك ضروري ما نمشي نديروا جدول ديال الاشاره. اذا غادي نجي اولا دو كوس دو سينوس اكس
ناقص واحد متى تكون موجبة؟ تعني ماذا؟ أن سينوس ديال x أكبر من أو يساوي واحد على جوج. إذن هذه القيمة موجبة إذا كان سينوس أكبر من أو يساوي واحد على جوج. إذن غادي نمشي للدائرة المثلثية ونديرو واحد الجدول. دونك هذه دائرة مثلثية مشيو بهذا الشكل هذا. دونك اللي عندي دابا سنمثل أولا المجال ناقص بي بي. المجال ناقص بي ناقص بي دائما كاين هنا و بي غادي تكون بحال دورة كاملة هنايا بي. من بعد شنو عندنا دابا القيم اللي تعطوني واحد على جوج في الكوس اللي تعطيني واحد على جوج هي بي على 6. دونك التقسيم سيكون على 6 كيف ما قلنا قبل. تمشيو هنا واحد على جوج وهنا واحد على جوج. هنا رسم مستقيمات موازية لمحور العراتيب وهنا موازية لمحور الأفاصيل تتمر بواحد على جوج وناقص واحد على جوج. هنا تنحصلوا على تقسيم القطع عفوا لأقواس طولها تقسيم الدائرة إلى أقواس طول كل واحد منها بي على 6. إذن فاش تنجي بي على 6 هنا واحد على جوج هو هذا هذه القيمة باش تبان هنا غادي نكتبها باللون الأحمر باش تبان أكثر. هذه هي واحد على جوج. دونك هنا هادو هما القيمتين المهمتين في هذا المجال. إذن إلا خديت هذه القيمة صفر هنا راه ناقص بي إذا زدت عليها نصف دائرة بي تولي زيرو. إذن هنا بي على 6 وهنا بي على 6 جوج 3 4 5 5 بي على 6. إذن إلا درت الجدول كذلك بالنسبة للسينيس عفوا الكوسينيس الكوسينيس لاحظوا مزيان فين هو موجب. الكوسينيس إلا مشينا لهنا في هذه البلاصة راه سالب. الكوسينيس ديال هذا العدد اللي كاين في هذا المجال تيتواجد هنا سالب تناقص بي على جوج تناقص بي على جوج. ومن ناقص بي على جوج هاد الاعداد اللي متواجده في هاد المجال الكوسينيس ديال هذا موجب وهنايا بي على 2 لان 0 بي على 2 ومن بي على 2 حتى البي الكوس سالب. اذا القيم اللي خاصها تكون في الجدول ستكون على النحو التالي. اولا غادي ناخذ الكوسينيس ديال اكس ثم 2 سينيس اكس 2 سينيس اكس ناقص 1 هنا اكس عاد غادي ندير هنا الجداء ديال كوسينيس اكس عامل 2 سينيس ديال اكس ناقص 1 إذن هنا غادي تعطينا ناقص بي ثم بي. هنا القيم اللي مهمة بزاف غنحطو ناقص بي على جوج ثم بي على 6 القيم الهامة ثم بي على 2 ثم 5 بي على 6. إذن غنجيو بهذا الشكل هذا كوسينيس تينعاد في ناقص بي وبي ناقص بي على جوج وبي على جوج من في هذا المجال سالب ومن ناقص بي على جوج حتى بي لاحظوا مزيان الكوسينيس موجب ومن بي على جوج حتى بي كيف هو سالب. اما بالنسبه ل 2 سينوس اكس تينعاد في بي على 6 و 5 بي على 6 هاد البلاصه هادي كلها سينوس كله تيتواجد هنا سينوس هو ارتوب دونك اصغر من واحد على جوج. سينوس ديال القيمه ديال هاد العدد هو هذا سينوس ديال هاد العدد هو هذا. اذا بالنسبه لينا من ناقص بي تال بي على 6 هادي قيم كلها سالبه من بي على 6 تال 5 بي على 6 موجبه ومن 5 بي على 6 تال بي تال بي 5 بي هنا السينوس كاين اصغر من واحد على جوج. الا كان السينوس كبر من واحد على جوج راه القيمه موجبه وغير ذلك فهي سالبه. هنا هاد القيم كلهم سينوس اصغر من واحد على جوج اذن القيمه سالبه اللي كتبنا. اما من بي على 6 تال 5 بي على 6 كلهم الكوسينيس كبر من واحد كلهم سينيس عفوا سينيس ديال هاد الاعداد تيتواجد في هاد البلاصه كبر من واحد على جوج. وبالنسبه للاعداد اللي كانت ب 5 بي على 6 بي كل السينيس ديالهم تيتواجد صغر من واحد على جوج. اذا نجمع هادشي موا بلوس بلوس موا بلوس. اذا غتعطيني اس حنا بغينا هنا فين موجب فين موجب في ناقص بي ناقص بي خارجه في المعطيات دونك تخرج خارجه في الحلول موان بي سور دو داخله على حساب واش كاين اكبر من او يساوي دونك داخله اتحاد بي على 6 بي على 2 مجال داخل ايضا لان اكبر من او يساوي محلول اتحاد 5 بي على 6 بي
في داخله دونك هذه الدخله اللي داخله في المعطيات. اذا هذا فيما يخص التمرين الثاني.